شوبينج صار أحيانا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما إلكم غير تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الصنف لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. لكن يلي حابين يخسروا وزن ويعملوا ديتوكس لجسمهم بنفس الوقت يستفيدوا من مورينجا يلي هي كمان مضاد للأكسدة ومؤخر للشيخوخة، ما إلهم إلا يستعملوا مورينجا باودر ومورينجا تي. المورينجا هي ثمرة شجرة المعجزات المعروفة عالميا بميراكل تري يلي معمولة عليها أكثر من 900 دراسة، وكل دراسة بتأكد على فوائدها الكتيرة والطبيعية 100% لأنه ما فيها أي عنصر اصطناعي أو مواد حافظة. والدراسات كلها بتأكد أنه المورينجا فيها 10 مرات فيتامين A أكثر من الجزر، وفيها فيتامين E أكثر من الليمون والكيوي، فيها كالسيوم 17 مرة أكثر من الحليب، فيها بوتاسيوم 10 مرات أكثر من الموز، وفيها 20 مرة حديد أكثر من السبانخ، فيها بروتينز أكثر من الحليب، والأهم أنه مورينجا بتحتوي على الأمينو أسيد يلي موجودة بس باللحمة. وهلأ كل الفيجيتيريان صاروا قادرين يعودوا الأمينو أسيد يلي مش قادرين يحصلوا عليه لأنه ما بيأكلوا لحمة. مختصر مفيد المورينجا هي حارق سريع للدهون ومطري للمعدة، مقوي للضفير والشعر، ومنقي للبشرة، مؤخر للشيخوخة ومضاد للأكسدة. هلأ صار فينا نخسر وزن ونظهر كل السموم من جسمنا ونستفيد من كل هالفيتامينز الموجودين فيها. العرض هلأ علبتين مورينجا تي وعلبة مورينجا باودر ب $35 بس. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على مورينجا وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. إجمالا مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت طول رح يزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنه تزيد لكم طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارت طول ما بتسبب وجع وما إلها أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الرابر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وكفيكن تتحركوا برياحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت طول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، وكفيكن تلبسوا حيالله شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن ياه من سنتيمتر لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارت طول جوات الشوز، وهي كفيلة بأنها تزيد لكم طولكن لنتيجة أحسن. وحتى تتعودوا عليها أكثر وأكثر بدكن تستعملوا قطعتين من سمارت طول، وتدريجيا فيكن تزيدوا كمية السنتيمتر، وبعد مرور أسبوعين هيك بتتناسب مع أجركن وبتاخد الشكل المناسب جوات الشوز. بس ب $20 فيكن تحصلوا على سمارت طول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكن بلا أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. شو أورجانايزر شبه خزانة بتنظم وبترتب الأحذية. شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة لعلب وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا عملية الاختيار تبع الشوز بلا ما نتلبك بفتح العلب المسكرة يلي بتكون مجمعة بالخزانة. بسعر $26 بتحصلوا على شو أورجانايزر قياسة مناسبة كتير 60 ب 55 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها مناسب ومرتب. ب $26 فيكن تحصلوا على شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي كتير مرتبة، ومثل ما قلتلكن وزنها خفيف ومناسب. العرض هلأ مقابل شراء 2 شو أورجانايزر تحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بست سيلر على الرقم 01 44 55 55، وب $26 بتوصل لعندكن بلا كلفة دليفري.
لكل ستات البيوت يلي بتهمون ريحتهم، كوردلس سويبر هي الحل. هالمكنسة على البطارية يلي ما إلا شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو واحد، بتسحب كل شي من الصغير للكبير، إن كان على السجاد، على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها شارجر والبطارية من جوا، ما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبداً نشد، متركها تمشي لوحدها. شي منيح كمان إنه بتلقط كل الزوايا لأنه مزودة بفرشية على طرفها. وإذا بدنا مرقة تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني، شوفوا شو براكتيكل، بتوطوها بهالشكل وهيك بصير فيكن تفوتوها وين ما بدكن. وأكيد هيدا الشي بيتطبق مثل ما قلتلكن على السجاد وعلى البلاط. يعني بمختصر صار فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوي أو كورن فليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نشيل الجرور بهالطريقة ونكب الأوساخ. هالماشين مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبداً، وأكيد مكفولة لمدة سنة. لتحصلوا عليها اتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 46 دولار وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكن دايما تتصلوا على بست سيلر على الرقم 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.